الناس مهتمية جدا ومبسوطين كمان بفكرة وجود سيارة نصر اي 70 عبر البث المباشر من صفحة دي ام سي دلوقتي. ويمكن في أسئلة، هل العربية هيتم تخصيص جزء منها للتاكسي ولا هتبقى ملاكي بس؟ لا لا لا، انا بقول لحضرتك هي متاحه باثنين يعني مستويين، وانا اتوقع انه الاستخدام التجاري بتاعها ممكن يتخطى نص الانتاج، يعني سواء كتاكسي او كاوبر وكريم والكلام ده، لانه اللي هي هتبقى متغطيه باذن الله بالحوافز اللي هي تم اعلانها بالنسبه للاحلال السيارات الغاز الطبيعي، هتبقى نفس الحوافز موجوده، فيعني وكذلك التمويل المصرفي اللي هو من 7 الى 10 سنين ب 3%، فهتبقى متاحه للاثنين، للتاكسي او اوبر وللملاكي. طب هو متوقع نسبه، يعني متوقع احنا هننتج كام سياره في السنه يا فندم، ونسبه المكون المحلي قد ايه كمان؟ الطاقه لما اتكلم على الطاقه التصميميه اللي احنا بنحطها الاول تكفي 25,000 سياره في الورديه الواحده، الورديه في صناعه السيارات 10 ساعات. فلو انتجنا الورديه واحده، وده اللي هنبتدي بيه طبعا، هيبقى الطاقه القصوى 25,000 عربيه، ممكن زيادتها بالضعف في حاله العمل ووجود طلب. طبعا الطلب ده هيبقى هنبتدي نبقى يعني عمقنا المكون المحلي، تبقى المفروض الباقي ده هيبقى للتصدير، لان حجم الاستهلاك النهارده من السيارات في مصر في الاربع خمس سنين اللي فاتوا هو 200,000 عربيه. فلما بنتكلم على 25,000 عربيه، يعني حوالي 12-13% من الاستهلاك المحلي، وده نسبة مش قليلة يعني نقدر ان احنا نحققها. المنتج المحلي يا فندم كام في المية من التصنيع؟ المنتج المكون المحلي بنبتدي ب 50%. 50%.